خلاص انتبه معي. ماشي يا استاذ. انا عارف ان اللي في دماغ فتحي لو هو ما قالوش محدش غيره تاني بيعرفه، بس انا مش قادر اتخيل حتى ايه اللي يخليه يخطف بنتك. بيعاقبني، قلت لك قبل كده يا حبيب كذا مره فتحي بيعاقبني. ايوه قلت انه بيعاقبك، بس ما قلتيش بيعاقبك على ايه. ما نزلتش في المحطه الاخيره اللي هو كان مستنيني فيها، سبته وكملت بالقطر. المحطة الأخيرة دي كانت عيلة مخلوف، وقرر بقى يجيب القطر يبتدي مشواره من أوله عشان أفتكر. افتكرت، بس افتكرت بالدم، مرة بخطف بنتي، مرة بموت زينب. يا رب يا جت اهي، أرد بخير. عملت ايه؟ جبت كل الاسامي. في واحد ما يفرقش عنها حاجه، كل يهمه مصلحته. هو قال لي بس هاتي لي صوره المستشفى وسيبي عليا الباقي. وانا فهمت ان هو هياخد كل اللي هو عايزه زي ما انت قلتي لي. اهي دي بقى اللي هتجيب لك حق زينب. بس انا عندي راي عام. بس مش حق. عيننا في الصعيد اسمه طار. طار زينب. ده مكتوب. أنا مش فاهمة، يعني بقى حتة الحديدة دي اللي هتجيب دغل اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ طب ازاي؟ هتجيبها يا أشرف، هتجيبها وكمان مربوطة لحد الباب. بابي بكرة تعرف. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.